للسادة لطيفة البلوشي. يعطيك العافية سادة لطيفة. الله يعافيك، اهلا وسهلا. كيف كانت رحلة بطلتنا اليوم للسادة منال حتى نجحت والحمد لله صارت بما هي عليها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء كانت رحلة يعني شوية صعبة، بس يا رب لك الحمد، إيمانها رب العالمين أولا ثم بقدراتها، وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني نمط الحياة اللي هي فيه الرياضة والدايت، و يعني الصعوبات اللي واجهتها هي يرسل عليها قدرت عليها أن هي استطاعت مع نفسها أنها تغير من نفسها نمط حياتها، وهذا اللي خلاها يعني رب لك الحمد تكون بالشكل الجميل اللي قدامكم. سيدة لطيفة، كيف كنت تدعميها؟ احنا صديقة عمر ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الله يديمه العمر كله يا رب، 15 سنة. تعرف يعني هي أخت قبل ما أنها صديقة، والله يشهد على هالموضوع. كان يعني هو دعم نفسي، هو أكثر شيء أقول لك يعني كنت أقدر أني أقدم لها مساندة في أوقات يعني كانت فيه نزول وفيه طلوع فيه يعني تجارب ما يمر على البني آدم، فكان لازم يكون تخطى صعوبات، فكنت معاها فترة الصعوبات هذه، وكانت يعني يا رب لك الحمد بنتائجها هي تابت على نفسها كثير. السادة منال الحين تسمعنا والمشاهدين يسمعونا، وش الرسالة توجهيها لها السادة لطيفة على الهواء؟ أنا فخورة فيها، وأنا واحدة من الآيدل لملال أبو العلا، وسعيدة جدا من الناس المحبوبة يا ربي لك الحمد أن في إنسانة في حياتي مثل منال، أمشي على خطاها الله يحفظها، ومن بعد رب العالمين طبعا. أنا أقول يعني مثل منال حياتها والصعوبات اللي مرت فيها والإعاقة اللي انولدت فيها والمشاكل الصحية اللي مرت فيها للأمانة منال بالنسبة لي مدرسة، وشهادتي فيها جدا مجروحة، أتمنى لها كل التوفيق. شكرا لك أستاذة لطيفة على هذه المداخلة، والله يديمكم البعض إن شاء الله. آمين يا رب، بالعفو. تعليقك على أستاذة لطيفة. هذه أختي وصديقتي وعشرة عمر، إحنا مع بعض في الأيام الصعبة وفي وقت المحن كانت جنبي دائما، حتى لما كنت أقوم من أول عملية أنا في غرفة الإفاقة كان أول تليفون يدق علي من السعودية كانت لطيفة. في مرة كانت الدنيا الجو شتاء وكانت ثلج، اسم على مسمى، هي فعلا هي اسم على مسمى، وهي معرفتها وصحبتها هذه هدية من ربنا لطيفة. في مرة رح أقولها، حقول الموقف اللي صار، كانت الدنيا شتاء وكانت ثلج ينزل في أمريكا، وأنا كنت عاملة عملية وتعبانة، فقلت لها لطيفة أنا مشتاقة القهوة العربي وريحة الهيل، اشتقت لها. ما كملت كلمتي بعدها بكم يوم لقيت البريد بيجيني، راسلت لي القهوة العربي لغاية عندي من السعودية. نعم، هي أخت وأكثر من أخت كمان، الحمد لله.